اكثر تنظيما مما كان عليه. هل اقدر اقول ان السوق منظم النهارده؟ لا، انما في سبيله الى التنظيم والشفافيه والاصلاح. فمش برجع من حضرتك وانا بتحدث كرجل اقتصاد، نعم، بـ 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 يعني بشفافيه مع حضرتك ومع الساده المشاهدين. دكتور ابراهيم، في ناس بتضرب فواتير يا فندم، بتضرب فواتير وتتلاعب في الفواتير. خلي بال حضرتك، بالفعل ورصدنا اكثر من حاله في هذا الامر، وتم تحويلهم الى النيابه، وتحمل فرق السعر بقى عن السعر الحر وسعر المبادر، فبيدفعوا ملايين. فبالتالي باكد على حضرتك ان الدوله بالمرصاد بكل من يتلاعب بقوت الشعب المصري، وخاصه في وسط تغيرات سعريه بسبب اضطرابات سلاسل الامداد على مستوى العالم، بسبب التضخم الذي يئن منه العالم، ومع ذلك الحكومه المصريه تتدخل بمبادرات بشكل وبادوات اقتصاديه للتخفيف عن الاعباء. طيب لو انا النهارده بتكلم على عندي استخدام لادواتي، المواطن المشاهد الكريم اللي بيتابعنا ويتابع طبعا، وانا بشكر حضرتك، انه طب وفين وانا دوري ايه؟ يعني دوري ايه انا كحكومه في هذا الامر، في هذا الانفلات؟ انا ما بقولش ان انا بحدد سعر، ولكن على الاقل اضبط شويه، اعمل يعني موائمه ما بين سعر الجنوني واستغلال اللي بعض الناس بيستغلوا هذا الامر، والناس بعتلي بيقولوا لي ده احنا من هنا رمضان ممكن يوصل 60 70 جنيه. لا، كلام غير صحيح. ليه؟ لان بقول لحضرتك يعني الموسم هيبتدي في شهر 12، وبالتالي هيزيد حجم المعروض. تدخلت الدوله ويس. من خلال هيئه السلع التموينيه لاستيراد 100,000 طن، فكل الاجراءات انك بتطرح في البورصه وبتطرح بكميات كبيره، نعم، والدوله بتستورد لسد اي عجز قد يحدث بسبب زياده الاستهلاك او بسبب دخول الموسم او بسبب نهايه الموسم وبدايه موسم جديد، فبالتالي انت استخدامك للادوات الاقتصاديه بيتم بشكل متميز. نعم. وزي ما حضرتك قلت، هل الدوله تركت المواطن اللي هو خارج منظومه التموين ان هو يئن من الزيادات السعريه في السوق العالمي؟ الاجابه ايه؟ لا، الاجابه لا، بدليل ان الدوله تدخلت بمبادره لمده 6 شهور لطرح السلع الاساسيه اقل من الاسواق بنسبه 15 و25%. فالاجابه واضحه. هل هناك، انا لسه قبل ما حضرتك نتواصل كان بيكلمني حد من الاصدقاء اللي كان بيعمل معي يعني من فتره طويله، قال لي الحق يا دكتور انا في اسكندريه ولقيت ان سعر السكر تعدى ل 40 جنيه، قلت له ايوه ده حصل وده موجود، ولكن قال لي بس خلي بالك في سلاسل ومنافس بتبيع السكر ب 27 جنيه، قلت له ايوه لان هذه